أعزائي المشاهدين شبكة العنكبوت، أكيد تذكروا هذا المسلسل. هذا المسلسل نال على شهرة واسعة وتابعناه سويا من خلال تلفزيون سلطنة عمان. تذكروا معي أكيد شخصية قصي، هذه الشخصية اللي استفزت الكثير من أعزائنا المشاهدين أو تضايقوا من هذه الشخصية إنجاز للتعبير، لكن في الآخر تعاطفوا معها. أهلين أهلين، تفضل. مساء الخير. أهلين مين عم يغلف؟ طبعا قوسي. كيفك بالشطرنج حسين؟ يعني أهمية الشطرنج أن لعبة بتعتمد على الذكاء والتخطيط. فعلا مثل الضامة. الضامة يوسف، الضامة لعبة بدائية، هاي لعبة بتعتمد على التخطيط، على الخطة والخطة المعاكسة. بدك تعرف خصمك كيف بيفكر. لعبة قصاي؟ ما قلت بكره رح نروح على المحاضرة؟ أنا محاضرة؟ كم مرة بدنا نحكي؟ في فيلم أريد حلا بدي أعلق عليه فريد، بيقولوا إنه فيلم حلو كتير. لسه بتسمي لي إياها محاضرة؟ أختي بده يعلق على الفيلم، فهمتي؟ هلا سميها شو ما بدك تسميها، ما بدك تحضر؟ لا بس فرصة نشوف الفيلم على القليلة. أول شي الفيلم شايفه، ثاني شي اللي مسميتيها محاضرة ما راح تزيد لمعلوماتي شي. على كل حال إذا بدكم تروحوا روحوا أنتوا، أنا ما عندي مانع. في دمشق أعزائي المشاهدين التقينا بهذه الشخصية، التقينا بقصي، التقينا بالفنان حسام عيد اللي قام بهذه الشخصية المركبة والمعقدة. أخ حسام أهلا ومرحبا بك وسعداء بهذا اللقاء لتلفزيون سلطنة عمان. أهلا وسهلا فيكم بسوريا بلدكم الثاني. يا أهلا ومرحبا. بس خوفتني أنه استفزيت المشاهد. سامحنا بهذا التعبير، لكن الحقيقة برعت في شخصية قصي وأديتها على أحسن وجه واستفزيتهم، معناتك أثرت انتباههم وإعجابهم بهذه الشخصية أو قيام حسام عيد بهذه الشخصية المركبة. الله يخليكم، شكرا كثير. يعني نحن سعدنا جدا وقت اللي عرفنا أنه المسلسل لاقى نجاح في عمان وفي دول الخليج بشكل عام، يعني كثير كان الشعب مبسوط منا، وهذا هو الوسام اللي نفتخر فيه. نعم. بس إن شاء الله ما تزعل من كلمة استفز. طيب سيد حسام، بالنسبة لشخصية قصي مثل ما ذكرت وأكيد يذكر عزيز المشاهد، هذه الشخصية المركبة المعقدة اللي كانت تعاني ما تعاني وتعمل في البيت وبأصدقاء هذه الشخصية ما تعمل، كيف جاء اختيارك لهذه الشخصية وكيف حاولت أن تجسد هذه الشخصية بهذه الطريقة؟ هي كل شخصية بتجي لممثل، نعم، من خلال الورق المكتوب عليه الشخصية بده يدرس هاي الشخصية، كيف بتتحرك، كيف بتحكي، كيف بتنام، كيف بتاكل، كيف يعني في كل شخصية عدة أبعاد، في البعد الفيزيولوجي والبعد السيكولوجي، فالممثل عليه انه يقوم بدراسة هاي الشخصية، فكل ما درسها بشكل صح كل ما تأدد هاي الشخصية بشكل صح، لأنه بيصير عنده علم بكل أبعاد هاي الشخصية، فبيضل الأداء هو شغلة عادية جدا طالما أنا عندي العلم بهاي الشخصية. نعم. طيب حسام، يعني هذه الشخصية شخصية مركبة، شخصية لا شك أنها متعبة للممثل نفسه أثناء أداء، أثناء وقوفه أمام الكاميرا أو أثناء مراجعة النص أو أثناء انتهاء من تصوير مشهد معين بشخصية قصي، فتكلمني كيف خضت هذه التجربة؟ يعني هي فعلا شخصية متعبة جدا، لأنه نحن صورنا العمل كله بكاميرا واحدة، فالكاميرا واحدة المشهد بيتجزأ لكذا لقطة، فإذا في عنا مشهد مرض نحن هذا المشهد اللي بده يتواصل فيه الممثل بعملية المرض عم يتقطع لعدة أجزاء. نعم. فالممثل الصعوبة يعني بهذا العمل هو تحافظ على بنسميه نحن الراكور النفسي أو المستوى النفسي لهي الشخصية، إنه هلا أنا مثلا مريض لمدة فرضا المشهد دقيقتين، فبدي أحافظ على هذا المرض بشكل إنه
يظل متواصل حالة المرض بدون ما يشعر المتفرج أو المشهد يطلع في خلل لأنه ما تواصل الممثل بهذا المشهد. المخرج عم بيقطع هذا المشهد لكذا لقطة. نعم. فبكل لقطة بدي ضل أنا بنفس اللقطة السابقة. هون الصعوبة. بينما لو كان العمل مثلاً بثلاث كاميرات أو أربع كاميرات يضل استوديو. أسهل. إيه بستوديو نعم. أسهل نعم. للممثل بس صعوبته بالكاميرا الواحدة. نعم. طيب حسام عشت مع شخصية شبيهة بشخصية قصي، هل مثلا راجعت عيادة نفسية أو ناس مختصين بمثل هذه الشخصية على أساس أنك تعرف أبعادها طبعا وطريقة أيضا عفوا معاملة هذه الشخصية مع الآخرين؟ طبعا هي درسناها بشكل يعني أنا والمخرج تابعنا هذه الشخصية منيح، وأنا بشكل خاص يعني في لي صديق هو مختص بعلم النفس. نعم. فدرسنا هاي الشخصية شو المرض النفسي الأساسي اللي معي، وشفنا هذا المرض شو هي العوامل اللي بتكون بتأثر على هذا المرض. نعم. وكيف بيتصرف المريض اللي عنده هذا المرض. هو مرض هذا اسمه مرض الرحمية، يتعلق بالأم. يعني عرفت كل ما يتعلق بهذه الشخصية طبعا يعني. نعم. وإلا ما تأدى يعني الشخصية. نعم. لحتى نعم. مثلا بيوم الأيام يجي واحد يقول لي أنه هيك مو صح بتتصرف هذا المريض، لا فهذا نعم. المريض بالعلم هيك صحيح. وبالحياة هيك بتصرف. نعم نعم. طيب أثناء وقوفك لتأدية شخصية قصي بعد توقف الكاميرا وانتهائك من هذه الشخصية، هل يعود حسام عيد بشخصية العادية حسام أو تظل تلازم هذه الشخصية شخصية قصي؟ لا برجع حسام دغري مباشرة طبعا، لأنه في بأي شخصية بعلم التمثيل في أنا الممثل وأنا الشخصية بالضبط. فنحن خرجنا عن الشخصية، هلا منضل بحسام يعني خلاص وقفت الكاميرا منصير حسام. نعم. دارت الكاميرا منصير قصي أو غير شخصية يعني. نعم. طيب حسام أثناء عرض المسلسل هنا في دمشق في نعم. سوريا، كيف كانت ردود الفعل أثناء مشاهدة العمل ومتابعته أثناء خروجك للشارع مع زملائك قضاء حاجاتك في السوق، كيف كان تصرف الناس معك؟ يعني لحد الحلقة، هو العمل 12 حلقة، لحد نعم. الحلقة 11 كنت خاف من العالم أو كانوا في عالم يعني لو قدروا يكمشوني ويضربوني بالطريق بس اهرب كنت بالسيارة ما يلحقوني. تكون حريص يعني. ايه طبعا. نعم. بعد وفي سيارات كانت تكسر علي اصلا مشان يعني كتير زعلوا مني يعني. لا الحلقة 12 بالحلقة الاخيرة يعني فهمت العالم انه هاي شخصية مريضة وشخصية مهزوزة، والموت طبعا اي شخصية بتموت بتأثر نعم. على المشاهد مهما كانت الشخصية سلبية. نعم. بالموت بيأثر على المشاهد يعني بيعطي التعاطف. كأنك نسيت شيء قبل دوران الكاميرا لتسجيل الحوار، ذكرت لي لقطة ظريفة حدثت لك أفتكر في الحلقة العاشرة أثناء عرض المسلسل. أيوة أنا كنت طالع على بدي أطلع على البناية المحل ما نساكن. نعم. فأنا وقت لي بدي أطلع ولا طفلة بالشارع عمرها شي 5-6 سنين يمكن. نعم. تفت أنا ولا بنت عم تقول لي يا قصي يا كلب وركضت على البيت تبعها. يعني الظاهر أنها كانت متأثرة كثير من هذه الشخصية. متأثرة يعني أنا انبسطت كثير بس وقفت هيك بالطريق صرت أضحك لأنه معناتها مأثر فيها المسلسل أكيد، وإلا ما كانت زعلانة لهالدرجة. نعم. لكن عموما بعد نهاية العمل والناس المختصين علم النفس الناس اللي لهم علاقة بهذا الموضوع كيف كانت كثير كانوا كثير كانوا مسرورين. نعم. وخاصة الأطباء يعني بشكل عام كتير قالوا إنه في كتير صح يعني. نحن ما نقدر نقول أدينا الشخصية بدرجة الكمال يعني لا نعم. بس وصلنا لمراحل من الشخصية إنه ما تكون سيئة الشخصية أو ما يعني مقبولة كانت نعم. الشخصية. الحقيقة حياة الفنان حسام عيد حافلة، وأنا ما يعني أكون مركز على شخصية قصي فقط، إن شاء الله يسعفنا الوقت ونتكلم عن مواضيع أخرى عديدة، لكن السؤال يتبادر إلى ذهني الآن، هل سيظل حسام عيد على نفس نمط شخصية قصي أو سيحاول يغير في أدواره؟ لا طبعاً بتتغير يعني. أنا بعد مسلسل العنكبوت كانت فرصة كثير منيحة لي أنه إجاني مسلسل اسمه أشياء تشبه الفرح. نعم. عرض عندنا في السلطنة هذا العمل يعني معناتها ما بعرف إذا الجمهور كان راضي عن الشخصية، بس كانت كتير مخالفة لشخصية قصي. نعم. وكان فيها قالب كوميدي بسيط يعني الشخصية، بس المهم كتير بعيدة عن شخصية قصي.
ودائما الممثل بيحاول انه كل شخصيه يؤديها تكون مختلفه تماما عن الشخصيه اللي بيؤديها الاولى يعني. وهي هي هيك ممثل يعني، مفروض انه كل شخصيه تتأدى غير الشخصيه اللي أداها بالمره السابقه. نعم. حسام عيد خريج معهد التمثيل في 83، لكن يمكن كان ظهوره في شبكه العنكبوت او نعتبره جواز سفر بالنسبه لمعرفه الناس بحسام عيد. اين حسام عيد من 83 الى اثناء عرض شبكه العنكبوت؟ انا من وقت تخرجت ب 83 عملي الاساسي هو بالمسرح القومي السوري. نعم. المسرح القومي بيقدم مسرحيات جاده والمسرحيات العالميه، وفي خيره الممثلين السوريين والمخرجين. نعم. اشتغلت بالمسرح القومي عده مسرحيات هامه جدا يعني. يعني في مسرحيه المفتش العام للكاتب الروسي جوجول، مسرحية صعبة كثير، والدور اللي لعبته فيه كمان دور صعب كثير. اشتغلت مسرحية الزير سالم، اشتغلت مسرحية توباز، يعني هدول من الشخصيات الصعبة بالمسرح. نعم. فأنا تواجدي الأساسي هو بالمسرح. مسرح. نعم. ويعني بشتغل بالتلفزيون الأدوار اللي أنا بلاقي حالي موجود بهاي الأدوار، يعني بالعمل بكون مرتاح فيه بشتغل فيه بالتلفزيون. نعم. يمكن أعزائنا المشاهدين كانوا يعرفوا أو ما يعرفوا أن الفنان حسام عيد شقيق الفنانة جيانا عيد، فأتكلم أيضا لو في هناك تجربة تمثيل مع مدام جيانا، وأفتكر أن مدام جيانا كانت سابقتنك في هذا المجال. جيانا خريجت المعهد سنة 82، قبلك بسنة يعني. قبلي بسنة، وهي اللي شجعتني على الدخول في مجال التمثيل. أنا بالأساس موسيقي عازف جيتار. أنا كنت أسأل في السؤال التالي هذا السؤال، لكن جاء وقت يعني أنا نعم. كنت بعزف بالأساس نعم. جيتار عازف نعم. جيتار من زمان قديم. فبعد البكالوريا بعد نعم. سنة البكالوريا يعني ما كان في عنا معهد موسيقي، نحن معهد عالي للموسيقى ندخل فيه. نعم. فهي كانت المشجعة الرئيسية لدخولي بمعهد التمثيل، كوني بعزف نعم. جيتار، وفي صلة كبيرة بين الموسيقى أكيد. والتمثيل يعني بالفن نفس المجال نفس الفن. المجال نعم. بالضبط. طيب مثلت مع مدام جيانا شيء من الأعمال؟ لا اشتغل يعني ما في سنة 83 وقت تخرجت اشتغلنا ثلاثية صغيرة للتلفزيون، وبعدها ما عاد اشتغلنا لأنه ما بيصدف يعني أنه تكون في مسلسل موجودين نحن، هي عندها ارتباطات كبيرة يعني. نعم. فهي بأغلب الأوقات مرتبطة، ما بتصادف يعني، بجوز هلا بالمستقبل تصير في اعمال ان شاء الله. انا بدي تعال خطبني مره تانية. والله ما بعرف، هاي فريد رح يخطب الهام، وطالما اخوك الله هادي وما عم يمانع خلينا نخلص من موضوع كمان. يعني بالعربي الفصيح لازم يخطب رسمي. أنا ما بيناسبني يا أمي الشباب يضلوا فاكرين وطالعين على البيت. شو عمل يعني؟ بتحبي أنا أحكي معهم؟ ما بعرف تصرفي. نجي الآن إلى الطرب، ونترك شخصية قصي ونترك التمثيل الجانب، ونتكلم عن العازف عازف الجيتار حسام عيد. يا ريت كان يكون عندنا أثناء التصوير جيتار، لكن مع الأسف. لكن بالإضافة إلى الجيتار، إيش من الآلات اللي تعزف عليها؟ يعني تقريبا في عود، يعني ماني عازف بس بعزف يعني، شو عود نعم. بيانو مثلا، أكورديون،
يعني تقريبا مجمل الآلات الموسيقية يعني. تغني ولا ما تغني؟ لا إذا بدي أغني بهرب المشكلة. طيب لحسن الحظ إن العود موجود حاليا معنا في الاستوديو، إيش رأيك نجرب ورطة؟ نشوف أعزائي المشاهدين أكيد متشوقين يشوفوا حسام عيد وهو يعزف، وأيضا بالصدفة موجود عندنا الآن في الاستوديو أثناء التصوير زميلنا المذيع محسن الفقيه. ومحسن يعني بالإضافة أنه هو مذيع أيضا عنده تجربة غناء، لكن في البداية نستلم العود ونشوف شيء من تفضل أستاذ حسام. شكرا. أول شيء نسمع شيء تختار لنا بالعود، وبعديها ممكن نستمع شيء بصوت الفنان محسن أو الزميل محسن. يعني هي ورطة أحبان المشاهدين لا يؤاخذون، يعني ما بعرف يعني مو آتي بس رئيسي ورطة أنا بقى... على فكرة. ايش تختار لنا بس على اساس ان احنا يمكن ما نعرف ايش اللي بتعزفه؟ ولا انا والله ما ما عم بحكي. تفضل. يعني بنحاول بشقفه من مقام البيات. نعم. نعزف. بس الاخ محسن شو بده يغني هون؟ نشوف بعدين نختار، نختار اول شيء ايش اللي ممكن تعزفه. محسن تعا خلصني الله يعطيك العافيه. طيب محسن تفضل. يا حبيبي تفضل. شكرا جزيلا. خليك في الوسط. شكرا وانا سعيد جدا اني التقي بال يا هلا اخي محسن. بس استاذ حسام لا تورطني فيه، يعني الشغله سهله. نشوف ايش تختار. والله برضه ورطني خالد يعني. لا بس على اساس ان عزيزنا المشاهد يستمتع بصوت محسن وبعزف الاخ حسام. لا بصوته بيستمتع بس بعزفي لا. اي صوت يا اخي. طب وايش اللي ممكن تختارون الان؟ والله شيء خليجي لو كان. ايه على راسي. طيب غشونا ايش اللي ممكن تعزفوا؟ ممكن ممكن عواشق. محسن ما حاول شيء سوري؟ حاجة الميادة يعني. لا نسمع في البداية ويش وبعدين لو نختار شيء سوري مثلا. ويشق عسى الله يعينه لكنهم حاسدينه يبوا يحرمونا بنينا وطارحة في عيونه عويش قاس الله يعينه وطارحة في عيونه عويش قاس الله يعينه حبيبي بعدك كيف أسوي تأثر بجوي جوي قد كان يسرح ويضوي معي وينه اليوم وينه عويش قاس الله يا عينه معي وينه اليوم وينه حسام عاس الله يا عينه. على العزف فعلا الله. نكمل لو نختار شيء اخر كنا نتوقف فيه. حافظ شيء اللي ميادة يعني شغلة شعبية ما في سورية حافظ شيء شعبي او نخليه هو يغني. يا ريت كان يغني. لا معلش خليه مشان المقابله تصير تمام بلا ما غني. نعم نعم ممكن ممكن في خالد الشيخ. طيب. نعم نعم هذه سنه المحبين لهم مطامع في الهوى مساكين. نعم نعم هذه سنة المحبين لهم مطامة في الهوى مساكين. ياسين من حبل الغرام ياسين ياسين من حبل الغرام ياسين. الله الله يا حبل الهوى وين يا بيت
يكذبوني وقبل ذا كانوا يصدقوني حلفوني حلفت ما احبك فحلفوني يكذبوني وقبل ذا كانوا يصدقوني قردوا المصحف حلفوني حلفوني قردوا المصحف حلفوني وحلفوني وقصدهم بالنار يحرقوني نعم نعم يا حبل الهوى ويني. شكرا يا شكرا شكرا جزيلا والحين انا استاذن واترككم تكملوا الحوار يعني اسمحوا لي لا تواخذني على العزف شكرا يا لا الاخ حسام ظاهر من فترة ما عزفت العود انت دائما على الجيتار انا عازف جيتار يعني طبعا هلا بس مشان يعطيك الصحة في طبعا فرق بين انك تعزف جيتار وبين انك تعزف على العود طبعا فرق كبير ما في وجه شبه ابدا قليل جدا وجه الشبه بس في فرق كبير بين الآلتين العود نعم. طبعا من آلة شرقية بحتة نعم. هي آلة العود لآلة غربية نعم بحتة هي آلة الجيتار بالنسبة للسلم الموسيقي ما هو نفسه لا يختلف العود العود في عبارة عن ربع الصوت نعم بالجيتار ما في شيء اسمه ربع الصوت في العلامه علامه ونص علامه بينما العود فيه العلامه ونص العلامه وربع العلامه نعم وحتى في اقل من ربع العلامه يعني انا ما ادري انا خاف ان الجيتار ياخذك في بحر وهواه ويبعدك عن التمثيل او تكون هناك معادله بين الاثنين لا ان شاء الله في معادله بين الاثنين بين الجيتار وبين التمثيل طبعا طيب أثناء التبتيل لو طلعتوا مثلا خارج دمشق ومعظم مسلسلاتكم تكون خارج دمشق في بعض المدن يكون معاكم صاحب النك الجيتار لو كان استمر تصويركم مثلا لمدة شهر ما تجي إلى دمشق تكون في نفس المدينة اللي تصور فيها أي طبعا بيضل مصاحب الجيتار إذن ليالي الأنس تكون مع الجروب اللي يكون معك هو أنا بشبكة العنكبوت كنت أزعج العيلة من طرف وأعزف لهم بقى عشان بس تريحهم نعم في هناك فرقة خاصة بيك؟ يعني أنا عازف في نقابة الفنانين بسوريا نعم عازف جيتار قبل ما أكون ممثل نعم فأنا بعمل مع كافة الفرق الموسيقية يعني ما في فرقة محددة يعني نعم ما في فرقة محددة بس بشتغل مع أغلب الفرق يعني طيب لو نرجع إلى التمثيل مرة أخرى أو في هناك أعمال جديدة لحسام عيد هذه الأيام؟ في مشروع هلا لعملين نعم يعني مشروع هلا رح بلش فيه ما طبعا ما رح نقدر نحكي فيهم لانه لسه ما عندي اطلاع منيح على الاعمال يعني نعم هي بس في ارتباط يعني باعمال معينه على كل الله يعطيك الصحه والعافيه ونراك دائما متالق مثل ما اعتدنا ان نراك في مسلسلاتك التلفزيونيه وفي عزفك ايضا على مختلف الالات ونتمنى لقاءات قادمه ان كانت في دمشق أو في مسقط بإذن الله تعالى شكرا جزيلا عفوان وألف شكر لجمهورنا الشقيق بسلطنة عمان وشكرا لأنه تحملته غلاظة الله يعطيك الصحة الله يبارك فيك شكرا جزيلا شكرا